كم سنه دلوقتي؟ يعني هو اصغرهم. هستاذنكم دقيقه بس نروح للمدير الفني لنادي الاتحاد السكندري مالدينوف مع الزميل عمرو مختار. اتفضل يا عمرو. بنهديه لأسرة أوباما. هو النهاردة فقد والدته، والدته توفت النهاردة، لكن لقى القوة إن هو يدخل في الملعب وإنه يلعب وإنه يحرز النصر. تمام. هل ده كان إصرار من اللاعب ولا هو إصرار من المدير الفني ولا حاب يطلعه برا القائمة هو رفض؟ اصرار من اللاعب ان هو يكمل ويلعب المباراه. هو نزل بعد التغيير. يعني يبقى معاه، يبقى معاه تكاتش توانا سكويافاني وتسراناتا نا اوباما توي دا اجراي نا ماتشا دا برولجي دا بدي نا ماتشا دا رغبته كانت رغبته ان هو يستمر في اللعب وفي الملعب، وهو حب ان هو اصر ان هو يلعب، وكان وان هو في الوقت اللي احنا احتاجناه ان هو يهجم ويحرز النصر قدر ودخل واحرز النصر. عايز اقول له الاصرار لاخر لحظات ان فريق الاتحاد يحط جون في الدقيقه الرابعه او في الدقيقه الثالثه من وقت بدل ضايع، ما كناش بنشوف ده في فريق الاتحاد. عمل ايه وسر ده ايه؟ نيكو جان اسمي فيديالي فريق أدبور الاتحاد تكان استوياتو نو دا يجري موجو سيو نو دا يجري دا دابا جولو في بسلني تيمينوتي دا اسبيتشيلي بسلني تيمينوتي това е нещо ново което го виждаме в този отбор. احنا بنلعب كتير قوي على التكتيك بتاع وانا يهمني جدا الانضباط التكتيكي بالنسبه للفريق وبنطمح من ماتش لماتش ان احنا نطور من نفسنا. قدامنا شغل كتير قوي المفروض نعمله. الجماهير والمشجعين منتظرين كتير قوي من الفريق، والانتظار الكتير ده من الفريق بيسبب قدر من التوتر عند اللعيبه. عايزين الجماهير والمشجعين يبقى عندهم الصبر الكافي ويعرفوا ان احنا هنحتاج لدعمهم في الماتشات القادمه. شايف عايز اساله سؤالين. السؤال الاول، عوده الجمهور هو شايفها ازاي للمدرجات؟ كيف فيش دتي اسكا دا في بيتا اذا دا دافا بروسا بيرفي فابروس كيف فيش دتي برشتا نوتونا فينوفيتي بوتريبونيتي. ده شغل وزارة الرياضة، هي اللي هتقرر من نفسها إذا كان يرجع ولا لا، لكن أساسا لعبة كرة القدم هي للمشجعين وللجماهير. الاتحاد بيخسر من إن جماهيره مش موجودة بالمدرجات، لأن المشجع هو اللاعب رقم 12 في الملعب. عايز اساله برضو تقول لي كده انطباعه عن اداء اللاعب المصري. اللاعب المصري خلاص تحرر من ان هو يبقى مثلا عنده حاله وفاه او حاجه زي كده، ممكن ما يلعبش يبقى متضايق نفسيا، لا النهارده لاعب عنده حاله وفاه بيقدر يسجل، وايضا كان من ثلاث ايام او اربع ايام كان احمد كوكا بره قدر ان هو يحرز هدف، كان برضو عنده حاله وفاه. تكاتشي كفو باشتو بشتلانيا وتوفاتشي جيبسكي فوتبوليست كاتوتشيليسي برومينيل تكاتشي امامي دين فوتبوليست كويتو майка му починала, въпреки това той настоява да играе и играе и стреми да вкарва голове. Има един друг такъв случай с един друг футболист на име Ахмед Мука, пак имал така тежен случай и пак продължава да играе. Така че какво е вашето впечатление от това? Обама е един голям талант, безспорно. Обама е мълхеба кбира, бедун ай шак. Един диамант. هو عامل زي الماس който трябва да бъде шлифован за да има нужен блясък. Буде на هو ان يعني نضفه عشان يبان بريقه. Стаб с тази си постъпка بالحركه ديت بالموقف اللي هو عمله ده. Той показва, че е изключително отговорен. Бибейн ان هو شخصيه مسؤوله. Да преодолее болката от загубата на майка си. И да остане да върши своите задължения като професионалист. Ямил, лагебет, мафруд, алиф, малад. Шкурак, олюм, шкурак, алф, мабрук. Ооо!